لشرطة خدمة المجتمع دور كبير في تعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق الأمن الشامل ضمن المنظومة الأمنية التي تعمل عليها وزارة الداخلية. وفي هذا الإطار تعمل شرطة خدمة المجتمع على تعزيز التواصل مع كافة الفئات والفعاليات المجتمعية. يعد الأمن المجتمعي جزءا لا يتجزأ من مفهوم الأمن الشامل، وهو نهج دأبت عليه وزارة الداخلية من خلال برامج عصرية ومتطورة تعمل على تنفيذها شرطة خدمة المجتمع، والتي تتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والأهالي تفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية، كونها ركنا مهما في العمل الأمني يهدف إلى التعرف على الاحتياجات الأمنية للمواطنين. تم وضع خطة أمنية متكاملة لشهر رمضان المبارك من قبل شرطة خدمة المجتمع، وتم نشر فيها عدد من الدوريات، الدوريات الراكبة والدوريات الراجلة. طبعا هذا بيكون عند دور العبادة أثناء صلاة التراويح وأثناء صلاة قيام الليل، للحد من الازدحامات اللي تصير في الشارع وعرقلة السير، وللتعامل مع عدد من البلاغات وتأمين دور العبادة. وتم نشر عدد من أفراد شرطة خدمة المجتمع، طبعا هذا بيكونون في الأسواق، منها الدوريات الراجلة والدوريات الراكبة للحد من ظاهرة الازدحامات في الأسواق. تم تفعيل دوريات نسائية من شرطة خدمة المجتمع للتعامل مع البلاغات اللي يكون فيها العنصر النسائي. في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تكثر الازدحامات في الأسواق، في المجمعات التجارية وفي الشوارع العامة. طبعا بدورنا كشرطة خدمة المجتمع قمنا بتكثيف عدد من الدوريات اللي هم الدوريات الراكبة والدوريات الرجلة والدوريات النسائية للحد من انتشار الازدحامات على الشوارع العامة وتسهيل حركة السير. ميدانيا تتواجد شرطة خدمة المجتمع في كثير من المواقع والمناسبات، وتتفاعل مع الجمهور بموجب فكر أمني حديث قائم على التواصل، ويمكن لأي مواطن أو مقيم أن يستشعر ذلك من خلال حركة الدوريات التي تعمل على مدار الساعة، أو من خلال البلاغات والقضايا التي تباشرها شرطة المجتمع، وكذلك المناسبات والفعاليات، ومن بينها تلك التي يشهدها شهر رمضان الكريم. وأيام شهر رمضان المبارك خاصية مميزة، ولذلك فإن شرطة خدمة المجتمع بوزارة الداخلية تقوم بدور فعال. عندنا مثلا اللي هو الخيام الرمضانية، المجالس الرمضانية اللي تصير، طبعا شرطة خدمة المجتمع لازم يكون متواجد هناك على أساس أنه يقدم بعض الإرشادات، وعندنا بعض اللي هو التوعيات، وعندنا لازم تكون الشراكة المجتمعية متواجدة طبعا في كل مكان. عندنا الأسواق، الأسواق طبعا في رمضان تزيد، فلازم يكون شرطة خدمة المجتمع متواجد هناك على أساس أنه مثلا يحتاجون له حق تنظيم السير. دور العبادة طبعا اللي هو من الأماكن الحية اللي هي تزيد طبعا في شهر رمضان، نكون نحن أيضا بعد متواجدين هناك على أساس أنه مثلا يحتاجون يعني حق تنظيم السير، وفكون الناس يشوفون أنه يعني الشرطة متواجدين هناك. نقوم ببعض المهام مثل الدوريات الأمنية في الأسواق وبالقرب من المساجد، ومكافحة ظاهرة التسول بالقرب من المساجد، وتوزيع البروشورات والمطويات اللي من خلالها ننشر الوعي والثقافة الأمنية، والمشاركة في المناسبات الموجودة في شهر رمضان مثل مناسبة القرقعون. وطبعا دور شرطة خدمة المجتمع هو كسر الحاجز بين الشرطي والمجتمع نفسه. فإذا تواجد شرطي خدمة المجتمع في الأسواق والقرب من المساجد وفي الفعاليات الرمضانية، المجتمع راح يشعر بالطمأنينة والراحة. إن تعزيز الشراكة المجتمعية أمر أساسي ومسؤولية مشتركة، وهدفها النهائي خدمة الوطن وحماية المنجزات.